شيء قيمة زي يذوب البحراري منه ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرف بيت شبيبة القبائل في الساعات القليلة الأخيرة بعض المستجدات والتي تتعلق بطبيعة الحال بمغادرة حسين حروش للشبيبة، ومن أجل ذلك الهدف كما جرت العادة دائما في قلب الحدث انتقلنا إلى غرفة اللاعب لاستجواب به وهو معنا في هذه اللحظات. صحفتك حسين. الله يسلمك، صحفتك وانتم تاني. أخبار غير سارة بالنسبة لحسين حروش، هل فعلا يؤكد مغادرتي لشبيبة القبائل؟ ليلة البارحة تمهدرت مع مانجر تاعي قلت له باللي مانيش مرتاح، وقال البريزيدون تما شغل تقبلها وش نقول لك حسين حروش ما خسارة كي غادر شبيبة القبائل. ماذا حدث؟ ستون حسين، ماذا حدث بالضبط لكي تتخذ هذا القرار المفاجئ بالنسبة لعشاق شبيبة القبائل وبالنسبة لمحبي حسين حروش في ظرف قصير جدا قررت المغادرة؟ شو نقول لك، أنا كان شرف كبير لي كي سنيت فهاد ليكيب شبيبة القبائل، والحمد لله كاع الناس فرحت وكاع الناس اتصلوا بيا، وكنت حاب ندير عام شباب. بديت العام كي سنيت بديت نونطريني نورمال مع الزملاء تاعي، ومن بعد بديت ندخلوا امورات مع المدرب دي. انا لو كان زير كومبليت عارف حسين حروش بلي يلعب ميليو تيرا اوفونسيف ولا لي كوتي ولا دونك، هو قاعد يقول لي يلعب افون سونتر، وكنت عارفو الجزائر لي افون سونتر لي 10 10 لي كل واحد وكيفاه. فهاد الامر زعجني بزاف وما تقبلتوش باسكو انا ما كل واحد لو بوز ديالو كادوني يلعب، وهذه هي الحاجه اللي خلات لي مورا تاعي ماشي مليح، وكنت ماشي مليح، وكنت شغل كنت مادا بيا ننجح في هذا الفريق ما نكذبش عليك، مادا بيا اني اطول المده ممكنه. الله غالب. هل تحدثت مع المدرب وحاولت اقناعه بضروره اقحامك في المنصب الذي تعودت عليه؟ بيسور هضرت معاه، وكان تانيك حاضر مدرب تاني زميتي، قلت له بلي انا شي، قلت له الا انت ما تعرفنيش راهم يعرفوني لهنا كاع بلي انا يا ميليو تيرا اوفونسيف ما نقدرش نلعب افونسون، مستحيل نلعب افونسون. قال لي انا ما عنديش لي زاتاكون، قال لي لازم تلعب افونسون. مشغول تاع هاد لونطينور ما دوك ما الا ما يسحقنيش ولا ما لعبش واش كندير في راسو فاهم. تما دوك انايا البريزيدون الرئيس حناشي على بالو بلي نلعب ميليو تيرا، ومن بعد يجي هاد المدرب يقول لك العب افونسون. واش نقول لك، وانا وحاجه اللي غاتني بزاف سيك البريزيدو في الميركاتو مديت له كلمه تاعي بلي راني شايف القبائل، تما راني حاب نلعب في هاد ليكيب. انا ما قلت له دي كونتاكت منا ونيغوسيت كاع مع زيكي، بصح كنت طايق اوكي للرئيس. ومن بعد يجي مدرب يدير لك هكذا لعب منا لعب منا، انا المورال تاعي شغل ويت ما نقدرش نونطريني ما نكذبش عليك. انا بها اتصلت بالمانجر قلت له قول لهم الخبر تاعي هذا. وما هو كيف كان رد فعل رئيس شبيبة القبائل مع شريف حناشي حول هذه القضية؟ شو نقول لك، انا المانجر تاعي كي اتصلت به قلت له ها واش كاين عندها، قال لي غادي نهضر مع الرئيس. والرئيس واش نقول لك، الرئيس هو ثاني وانا بور مو هو على باب اللي ما كانش حايب لك يعني رايح هكايا، مي دوك هذا مكتوب ربي هو تقبل دوك، هو ما يقدرش يخلي جوار في فريق ماهوش 100% مع الفريق. ايوا دوك مساس في فوا دوك حتى الجوار ماشي نهي يخدع البريزيدون ولا حتى انا شغل صراحته باللي واش كاين راك فاهم، ما نقدرش دوك نريح وانا ما نورمال واش يتقبل هديه. وانا نقول له باللي اسمح لي بزاف باسكو هاد ليكيب نحبها وحبيت نلعب فيها، والله غالب وكل حاجه مكتوب ربي. اذا السبب مغادرته والعلاقه التي توترت في الاونه الاخيره، هذا هو السبب الرئيسي. هذا هو السبب الرئيسي باسكو انا باش يجي يقول لي لعب افون سونت انا موحد ما نش لعب افون سونت. دوك انت غارديان تش ما تقدرش تقول له حنا باري هضر، والناس كاع تعرفني هنا، الناس الجزائر كاع تعرف حسن حروش ماشي يلعب. العام اللي فات كاع يعرفوا بلي حسن حروش ميليو تيرا في لعبات تما.
كانوا ملاح منا. وبعد المدرب هذا وش والله غير انا راه غايدني الحال والله العظيم غير غايدني الحال باسكو كنت حايف في هاد ليكيب نروح فيها بعيد مي مكتوب ربي انا ما قدرش نقعد مع مدرب شغل ماشي دايرني في الحساب تاع لعب افونسونط ولا دبر راسك. صح هو فهمني قال لي بلي دوك يتعاودوا يجوا لي زاتاكون تعاودوا لي المنصب تاعك. صح البروبليم وراه البروبليم كي دوك انا لعبت لك افونسونط معليش ومن بعد كي عاود يقول لك كيجوا لي زافونسونط دوك تاعك ومن بعد دوك ميليتي انت قدرتي سي بون ومن بعد حسن حراش ما كاش ونديرها اصبر شوف كي ونرجع صافا فاهم كيف شغل قلت له من دوكا باش يسمع شكون يكون على بالهم كاع هذا هو السبب الرئيسي. ممكن حسين حراش يغير من رايه ويعود لجنه القبائل في احتمال والله غير واش نقول لك انا كنت يا راس مالي اخو راك فاهم انا شغل قلت هذه الكلمه وقلتها الناس كبار والحمد لله قلت الرئيس حناشي اللي نحترمه بزاف ونعزه بزاف تما شغل مورال تاعي ماشي بيان فاهم شغل كنت حايب فهاد لي سورتو هاد الفريق تما عندي صحابي بزاف لعبوا هنايا وريساو وراحوا بعيد وكيما تجار كيما العرفي كيما مي انا كنت حايب ندي طريق تاعهم ما كتبش ربي واسباب غير باينه حكيت لك عليها مكتوب. حسين كيف كان رد فعل زملائك اللاعبين بعد اتخاذك لقرار مغادرة شبيبة القبائل عفوا على غرار بالعمرية على غرار يدروج على غرار بالعمارة وآخرون؟ والله غير واش بغيت نقول لك والله غير اللاعبين قاعد تأسفوا بزاف كي جيت رايح ما كان دي جواش غير ما أمنوش باللي حسين حروش راه رايح وتقبلوا حكيت لهم وفهموا كانوا فاهميني مع الأول وانا تانيك نقول لهم ان شاء الله يا ربي ديروا جروب شباب ان شاء الله باش تدوا انتي تلوزوش هاد العام باسكو هاد الفريق فريق تاع لي تيت وان شاء الله يا ربي انتم ديروا عام شباب والفريق والشباب تستفادوا وهما يستفادوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هاي يا شيخ تصور مع فلان يوروتو اسمع تجي زيور زور هاد راه يا اسمع فلاني ما روحك كما تصور لها واحد لا نونس عطيه صور اسمه كما تصور اشتي هيا اخي ابو خيب على الاسبوع تعالي نقول لك باش نقول لك وقت بناس انا قال لك في الفكرة يا ولي دي قال كشكزان كشكزان كيف قيمة كشني روحي كيف قيمة ليلي ذوب الضحراني من نومان